علاقة مع العيلة كتير توطدت وصارت أقوى وأحسن وأفيد بكتير بموضوع الحجر يعني. We stay in the home, be the connection with the kids more. ابتديت أهتم بالأكل الصحي ده لسبب واحد بس، إن أنا كنت عايز أرفع من مناعتي وإن أهتم بصحتي أكتر يعني. طورنا في الدراسة، الواحد عمل ريفريشين للمعلومات القديمة. The most important thing that I learned is to make sure you're healthy and also keep in touch while you're in isolation at your home with your friends and relatives. رجعنا قعدنا بالبيت، تعودنا نتحمل بعضنا. زيادة الروابط الأسرية، الانتباه لأطفالي أكتر. التواصل مع الأهل عبر يعني برامج التواصل الاجتماعي طبعاً. في البيت أعطينا وقتنا أكبر للأسرة، قدرنا نتواصل مع العيال في البيت بشكل متواصل دائم. دخلنا دورات تدريبية عن طريق الأونلاين. تجربة جداً جميلة حصلت من خلالها على السلام الداخلي والراحة والاستجمام. We are not going outside, we are feeling very good inside the room, inside the house. تلبية معظم الاحتياجات الرئيسية عن طريق التسوق عبر التطبيقات الذكية. تلبية الاحتياجات الأساسية وكذلك تنمية الذات. بدينا في مرحلة ترتيب الأولويات وترتيب يعني أمورنا في الحياة. الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر. But we have gained an experience, the very valuable experience of being united during difficult time. في بعض الموظفين الحين للأسف معلوماتهم ضعيفة بالنسبة للكمبيوتر. التواصل الاجتماعي، أنه أفتقد إن إلى التواصل الاجتماعي. بيئة العمل في المنزل تكون غير متوفرة بجميع الإمكانيات أو المستلزمات. العزلة الاجتماعية، يعني يفقد حياته الاجتماعية، إنه ما بيكون في تواصل بينه وبين زملائه. اليوم الأعمال الإدارية الحمد لله أثبتت صلابتها وأثبتت جدارتها عن بعد. من الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها في ظل الظروف الحالية وظيفة التعليم. من الوظائف والمهن التي يمكن أن تكون عن بعد هي في استلام الطلب وفتح الملف بصورة جيدة مع المستندات الكاملة. الوظائف التي محتاجة للتواجد مثل القطاع الأمني، مثل القطاع الصحي، مثل خدمة العملاء في جميع الجهات. العمل عن بعد ليس بحاجة لوجودك في المؤسسة، ولكن أنت بحاجة متكاملة، وكذلك على مستوى الأسرة نفس النظرة. يمكن في السابق كنت تخرج لأبعاد كثيرة، ولكن الآن تتواجد داخل المنزل وتقضي العمل على أكمل وجه. لكن وظائف ميدانية مستحيل نشتغلها عن بعد، مثل الصحة والشرطة والصحافة والبلدية.